من يومين وزماننا متعب بحنين كنا صغار من يومين وزماننا متعب بحنين نقطف بلد من مشوار شو يعني لو قالوا صغار نقطف بلد من مشوار سنة 51 لما قتل الملك عبد الله كان التأثير الأول على العائلين أولاً سمعنا أصوات إطلاق نار في داخل الحرم وعادة هذا الكلام ما كان يسمع الشغلة الثانية أنه الهيصة اللي صارت بعد مقتل الملك عبد الله بعد اغتياله في مدخل المسجد الأقصى اللي يبعد عن البيت عنا 50-60 متر يعني المسجد الأقصى مش أكثر من هيك قررت الحكومة الأردنية أو إدارة الأوقاف إنهم يغلقوا الباب تبع العائلة اللي بيوصل للعائلة مع إغلاق كل أبواب الحرم فصفى يغلق علينا الباب بعد صلاة العشاء بعد ما يروحوا الناس من صلاة العشاء كل اللي في الحرم ويتسكر الباب فصرنا كعائلة نعيش تقريبا محصوريا في قلب الزاوية زاوية أبو سعود زي ما حكيت 14 عائلة عايشة جنب بعضيها الصداقة العامة وفي تعايش عام في نوع من الألفة الكثيرة في العائلة يعني أنا بذكر يعني حدث طريف جدا خالي كان جارنا برضو اللي بده عامل شوربة عدس على الغداء نفسه بدها بصلة مع شوربة العدس قالها يا مرة هاتي لنا بصلة قالت له البصلة كبيرة قالها هاتي بصلة كبيرة فجاب بصلة كبيرة حمل ابنه البصلة ونزلها لأمي الولد وقالها بسلم عليك أبوي وبقول لك اصرفي لي هذه البصلة ففهمت الوالدة فأعطته 4-5 بصلات صغار يعني في هذا الكلام هذه درجة العلاقة اللي كانت كنا إذا نقص الريف خبز ما عندناش خبز يعني بالليل كنا ندق على أبواب الجيران زاد عندكم خبز مش بدنا زاد عندكم خبز يقول في عندنا الريفين زيادة فكان يتاخد لكن الأشياء اللطيفة اللي كانت إنه أي أسرة في العائلة كان إذا أجاها ضيف إذا أجا ضيف عنا فجأة خلينا نقول ضيف وصل الظهر بدون ما يكون محضر له فالعائلة لما يوصلها ضيف في هذا الوقت بدها تغديه أو عائلة تكون جاي عندها بدها تغديهم فكانوا يلتخموا لأنه ما فيش ثلاجات ما فيش لحمة في الفريزر اللي طول اللحمة ولا هذا الكلام الوسائل فكيف بدها تلحق تطبخ وتطعمي الضيف وتقعد معه اصلا فكان تشعر العائله بوجود ضيف في بيت فلان او ابو فلان ويبعثوا الست تبعت اول شغله تطلع على بيت اللي اجولهم تشوف وتدق على البيت وتسالها ام فلان عندك غدا طعمي طابخه اليوم لطعمي ضيفك إذا قالت لها طابخة انحلت المشكلة أو تتأكد إيش طابخة إذا عرفت إنه الطابخة طابخة ما فيهاش لحمة يعني طابخة صومة وهذا الكلام لا يجوز إنه يجي كضيف ما طعمهوش لحمة أو دجاج فلا تعرف إذا نوع الطابخة مش جيد أو هذا تقولها ما تهكليش هم هلأ ببعت لك طنجرة الأكل تبعت
فالطنجرة تبعت العيلة من عنا أو من أي بيت تاني كانت تطلع لمن يأتيه زائر. لهون وصل التكافل والتضامن في العيلة. العائلة استضافت شكل القوات لي في العشرينات كما في أول مؤتمر في 29 أظن بعد أول مؤتمر 31 بعد ثورة البراق ونزل في القدس. لما كانوا ينزلوا الشخصيات العربية اللي بتيجي تحضر مؤتمرات في القدس كانت ما تنزلش في أوتيلات، كانت تستضيفها عائلات القدس. فعائلتنا كعائلة قديمة في القدس فكانت تستضيف عدد من الشخصيات، تستضيفهم يعني يقيموا عندنا في الكشك، بتهيئ لهم بيت الضيافة وهو الكشك لإقامة الضيف وتقوم العائلة على خدمته. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. المكتبة عندنا مكتبة ضخمة وكانت مقاتلنا في البيت كلها مش على أخذت قميصي ولا أخذت بلوزتي بين الإخوة والخوات والهذا الكلام، لا، المقتلة كانت أخذت الكتاب اللي في إيدي. أنا هذا الكتاب ضيعت لي الصفحة اللي أنا كنت وصلها، بدك تغلبني هلأ لأوصلها. هذا الكلام هو البيئة اللي نشأنا فيها. المكتبة اللي عندنا هي مكتبة عمي وجزء من مكتبة والدي. مكتبة والدي أنا الكبيرة الضخمة ضاعت في اللد عند النكبة، لكن وجدنا مكتبة عمي، ومكتبة عمي فيها جزء من مكتبة أبو السعود اللي هدم جزء من مبناها وتلف كتير من كتبها في الزلزال 27. المكتبة كانت من طابقين، الزلزال هدم الطابق الأول وبالطبع تأثر الطابق التحتاني بالأتربة، نهبت بعضها وبعضها لما طلعوه من تحت الأنقاض كان أم تلف وهذا الكلام. فالبيت بنحكي على المكتبات، مكتبات ذخائر القديمة، بعض ما فيها مخطوطات ومخطوطات قيمة. خالي كان بيشتغل الحفر على الخشب، فبدينا نلقط كيف الحفر على الخشب منه هواية. هو أستاذ، وبعد الظهر بدل ما يقعد على قهوة تاني بيقعد في مشغله، وعنده تريات جميلة عملها من الخشب جميلة. في هذيك الفترة برضو تم إعمار قبة الصخرة المشرفة، والمقاول جاب فنيين من إيطاليا من شان الزجاج، عمل الزجاج شبابيك الصخرة فالجبصين وتعشيقهم بالأزاز. هدول الفنيين الإيطاليين كنا نتفرج عليهم هم من بيشتغلوا أو هم من قاعدين بدربوا العرب كيف يستعمل كيف يعملوا الشبابيك. فأنا كنت دائما ملزق فيهم، يعني كتير أروح ألزق أتفرج عليهم كيف بيشتغلوا، وهذا حببني بشغل الحفر وشغل تعشيق الأزاز إضافة للثروة اللي أخذتها من خالي. لما كان ملعب الطفولة احنا بعد المدرسة من نرجع للحرم، يعني بدنا نرجع نلعب في الحرم، يعني بتذكر في المرحلة الابتدائية، واحنا في المرحلة الابتدائية كان الحرم غير مزروع بشجر الزيتون،
وقرروا في هذه الفترة أنهم يزرعوا ساحة المهد وبعض الساحات الثانية في المنطقة الشمالية بالأشجار الزيتون، فحفروا الجور. يعني أحد أمور الشقاوة كان أن جبنا زميل إلنا مش عارف شاغب معانا ولا إيش الذنب اللي اقترفه معانا ولا سب إشي ولا هذا الكلام، وقررنا أن ندفنه حي. هو طيب، فزقناه في قلب الجورة المحفورة من شان يزرعوا شجر الزيتون فيها، وبدينا نهيل عليه التراب، وبدأ هو يصيح يعني من اللي عملناه فيه لعافينا عنه وبالتوب ولا بعد لما رفع أصبعه وقال التوب. فترة دراستنا للإعدادي، في فترة دراستنا للإعدادي كنا ندرس في كرم المفتي. في كرم المفتي كان في شجرة فيها فاكهة، وأكلنا كل الجزء التحتاني من اللي بطوله الإيد، فضلت الأجزاء العالية، فلازم نتشعبط على ظهر البيت اللي هو بيت الشيخ كامل الحسيني مفتي القدس حتى عام 1922. البيت المفتي هذا للعروف اللي فوق الشجر، فأحد الأصدقاء حاولنا نطلعه نحمله مشان نطلعه على السطوح، فطلعناه على السطوح مشان يلقط لنا ويرمي لنا من تين من فوق، أعتقد إنها شجرة تين، مشان يرمي لنا التين. هو طلع لقى السطوح البيت محطوط له زفتة، فلزقوا إجريه في الزفتة، ما قدرش يطلع الكندرة من الزفتة، وبدأ يصيح. هو كان شخص طويل، اليوم ذا مركز مرموق في هذا البلد. ولا نزل حافي وروح حافي على البيت من كان يلقط لنا، وهو بخابط وبلاخم يعني ايش اللي عملتوه فيي وليش انا اللي طلعت. كان لازم احنا يضبونا العيلة بدري في البيوت، فمن كان يلومونا من الحرم او من الساحات الساحة الخارجية للزاوية، فكانوا يخوفونا، يا بتدخل يا بيجوك الصلاح أو بتشوفك الغولة أو بعض العائلات كانت تستعمل الرصد، أو حتى بجوز العائلات الخليلية اللي في القدس كانت تستعمل الرصد، كلمة الرصد على أساس إنه في أرواح بتطلع بالليل، وفي الرجال الصالحين في مدينة القدس بيجوا بالليل وبيظهروا بالليل وهم لابسين الأبيض في الأبيض. فمن كان يضبونا في عتمة الأحواش وفي عتمة الليل من الحارة إن نطلع بدري على البيوت، فكانوا يخوفونا بهذا الكلام، فكانت مهووسين بهذا الحكي. حتى إنه في إحدى الليالي أنا وأخ وأخت تالتي إلي، إلنا أخت كانت بتخاف من الصلاح بالذات بكلمة الصلاح، فقلنا نعمل فيها مقلب. فالمقلب اللي عملناه إنه كلنا غطينا حالنا بشراشف تخوت بيضة، وطلعنا لها على أوضتها وهي بتدرس، وبدينا نرفع إيدينا ونحن الصلاح ونحن الصلاح وجئنا كي، وهي ارتعبت وماتت خوف وبدأت تصيح. بالطبع يعني النتيجة كانت إن أكلنا قتلة مرتبة من الوالد يعني هذا الكلام، وأظن إنه بجوز هي المرة الثانية اللي بستخدم فيها العصاي معي، يعني أنا هي المرة الثانية. كانت المرة الأولى لما سبيت أبو بنت عم إلي، حشرني في زاوية في قرنة الباب وضربني. في رمضان كنا يعني موضوع اللفة على البيوت بالليل من شان طلب العدية أو طلب ال وكنا نغني لهم اليوحية ونبدأ فيها لولا اسم الولد اللي دقين باب داره، ولولا
محمد مثلا ما جينا حلوا الدكة وأعطونا حلوين صحنين بقلاوة جاي علينا جاية. هذه كمان شفناها في التراث السوري تمام، لأنه نفس التراث إحنا بنحكي في هذا الكلام. لا يطلعوا أصحاب الضاجة يعطونا قرش نشتري فيه إشي زاكي إلنا، يا يعطونا ملبس للكل، يا إذا عاملين لحمة بعجين صفيحة ولا عاملين عندهم حلو أو أي نوع من الحلو يتوزع علينا. فكنا من هذه بعد صلاة المغرب هذا الكلام اللي نحكيه. لما يجي العيد كالعادة إنه أهم شغلة أو على العيد، وكندرة العيد هذه أهم شيء عندنا. وكندرة العيد لازم تنام تحت المخدة، مش نحطها تحت التخت جنب التخت، لا بدها تكون تحت المخدة وإحنا أطفال، من كان أول شغلة فيها يوم العيد نلبس الكندرة الجديدة والأواعي الجداد تبعون الكلام. وبعدين باب الأصباط كانت هناك المراجيح، والمراجيح كانت مع باعة متجولين. فالمراجيح الفرسويل اللي معمولة من خشب وبيدفعها بإيده، نقعد في المراجيح نتمرجح، أو المراجيح الثانية الدائرية كمان، كلها صناعة محلية وصناعة خشبية بسيطة جدا، لكن كنا ننبسط كأولاد هناك وننبسط على بائع المخلل اللي هناك. وبائع المخلل المشهور كان اللي يجي باب الحرم بيع فلافل وبيع شوي نش لحمة وهذا الكلام، لكن بيع المخلل بصيح اللي ما معه بدينه لا سنة الجاي. هو عارف انه كل الاولاد معهم العديات وجايين معهم فلوس، فيعني فاللي ما معهوش بدينه لسنة الجاي. فكانت النشيد الكامل، بالإضافة لأنه بدنا نزور كل العائلة. وجولة العيد كانت في الزاوية، لما كنا في الزاوية الجولة بتبدأ في الزاوية وتنتهي في الزاوية في معظم الحالات، لأنه 14 بيت بنلف على ال 14 بيت كلهم، بنشرب القهوة في بيتين أو ثلاثة ويعتذر عن الباقي. وبعدين بتتم زيارة النساء المتزوجات من خارج العائلة في بيوتهم لاستكمال المعايدة. الخرابيش القديمة موجودة عندي حتى الآن، فيها ذكريات لم أطبعها ولم أدخلها حتى في قصصي حديثا، بس دخلت حاولت أدخل شيء من الذكريات اللي أنا كنت كاتبها في فترة الدراسة الجامعية المبكرة. يعني كتبته في القاهرة كثير، كنت أكتبه أنا في القاهرة، رسائل كانت مميزة للوالد للأصدقاء، فيها نوع من الأدبيات وفيها نوع من الوصف لأي حدث مر فيه. نفقاتهم كان عندنا الاشتراكات في المجلات، كنا أروح على دار الكتب أجيب أسأل إذا وصلونا الومنز ويكلي ولا الومن أند هوم، مجلات إنجليزية مجلات عربية. العربي لما تصدر كانت في ذاك الوقت كنا نجيبهم الارتباط بالكلام. أحيانا أبوي كان يكتب للجريدة. أنا في فترة الطفولة كتبت بأسماء واضحة بأسمي الواضح للجريدة، بس في الصفحة الأدبية أو في بريد القراء أو في الشيء، ومرات أحط اسم مستعار لكتابات نشرت إلي وأنا في الأعداد، يعني خلينا نقول في الأعداد في الصحف اللي كانت تصدر، خصوصا صحيفة الجهاد. هلأ في مدرسة عبد الله بن الحسين بدأ التفكير بتكوين فرقة مسرحية ونقدم حفلة اللي بدهم يتخرجوا بعدنا، يعني الحفلة بنحضرها مشان نودع الصف المنتهي. كتبت أنا بعض النصوص، أخذهم مدير أستاذ اللغة العربية كان اسمه كمال الحشيم هذه الفترة، الأستاذ كمال الله يرحمه الثاني، عدل في النصوص وجينا قدمنا التمثيلية.
وبعديها لو وصلنا للمرحلة الثانوية في الرشيدية، الرشيدية كوننا فرقة أهم في داخل المدرسة الرشيدية، كان بقود الفرقة صديق لنا اسمه منذر غوشة. منذر كان يخرج، أنا أكتب، فأنا أكتب وهو يخرج الأعمال، لكن كنا ندير الإذاعة المدرسية في المدرسة الرشيدية. وحتى أحيانا يعني حصل معنا إنه جبنا الطالب من عندنا، كان خفيف الظل جدا، ناصح وقصير، المرحوم توفيق تكيدك، استضفناه في الإذاعة المدرسية وسألناه آخر نكتة، وحكى النكتة من على منصة المدرسة الرشيدية من على المنبر، وكل المدرسة الرشيدية ضحكت على النكتة، ضحكت المدرسة الرشيدية ب 1200 طالب في ذاك الوقت في باب الزاهر، في مدخل باب الزاهر، يعني كان هي سمعونا على بعد يمكن كيلومتر من المدرسة سمعوا الضحكة. مدير المدرسة المرحوم الأستاذ محمد الإمري في ذاك الوقت استدعانا وقال إيش هالمسخرة هذه وإيش هذا الكلام، وأنتم ممنوع تكملوا في الإذاعة المدرسية. عقبنا يمكن 10 أيام، بعدين رجعنا للإذاعة المدرسية. عام 1964 نشأت منظمة التحرير الفلسطينية. في نشأة منظمة التحرير الفلسطينية دب فينا الحماس جدا، احنا اولاد 16 سنة، في معظمنا اولاد 16 سنة. رحنا فتح مكتب للمنظمة في القدس ودبنا الحماس، بدنا نروح نقابل مدير مكتب المنظمة في القدس عبد الكريم العلمي، فاخذنا مجموعة من طلاب الرشيدية وطلعنا، خلونا على مكتب شاب صغير. فأول ما عرف على حاله بأنه فيصل عبد القادر الحسيني، احنا انبسطنا جدا انه احنا بدنا نقابل ابن البطل عبد القادر الحسيني. قعدنا مع فيصل الحسيني، أول مرة أنا بقابله لفيصل، كان في سنة الـ64. وبعديها يعني تكونت صداقة شخصية مع فيصل فيما بعد على مراحل تانية، لكن في أول مرة بث فينا روح التعبئة. كان بجوز يكون كان مسؤول التعبئة والتنظيم في مكتب المنظمة، بث الروح الوطنية أكثر فينا، وخلى الروح هذه هي القائمة. طفولتي كلها مرتبطة بالمسجد الأقصى والحرم وهذا الكلام، فيعني ما بيشيلهاش يعني بعض شقاوات الطفولة، يعني لابد كان في شقاوات في الطفولة، بس أشياء نتف صغيرة، ما بشيل شيء من طفولتي يعني، بس يعني مبسوط. المبسوط ليش؟ لأنه أنا الأصغر واحد في العائلة، أنا أخي العنقود، فكنت مدلل كثير، رغم انه والدي كان مدير مدرسة صارم جدا في الرشيدية، الا انه كان شخصية مرحة جدا في البيت. النكتة كانت موجودة في البيت، خالي كان النكتة موجودة في البيت، فجو المرح موجود، الجو التأليس كعائلة يعني بالذات عن الزوجات، حديث الزوجات لما يقعدوا الكبار يتحدث، كل واحد بيحكي شو عملت في مرته، شو آخر فنعة عملتها أو آخر نكتة حصلت مع مرته أو هذا الكلام. فالجو كله كان جو في مرح يعني، في سعادة، في سعادة جدا يعني. أنا بتمنى شخصيا أني لو بقيت في البلد القديمة
كانت تكون حياتي كتير كتير ألطف من الحياة اللي إحنا عايشينها في هذه الأيام. من يومين وزماننا متعب بحنين، كنا صغار. من يومين وزماننا متعب بحنين، نقطف بلد من مشوار شو.